النهارده هنشوف فيلم سينما الجنوب، ده أول فيلم ليك وهو فيلم تسجيلي. كلمني، الفيلم بيدور عن إيه؟ فيلم سينما الجنوب أول فيلم ليا عملته في 2019. هو بيدور حوالين فكرة دور العرض السينمائية اللي كانت موجودة في الصعيد واتقفلت، أو دور العرض اللي مش موجودة أصلاً، المدن اللي ما فيهاش دور عرض. وبستعرض من خلال الفيلم مفهوم السينما اصلا، هو ليه مهم انه اصلا يكون فيه موجود سينما، وليه في احتياج دائم لشاشات العرض ودور السينما، وانه السينما في الاخر هي يعني مكان ثقافي مشع. طيب، من خلال الفيلم بنعرف ان كان في سينما في ملاوي، انت من ملاوي والفيلم كله بيدور في مدينه ملاوي، مركز ملاوي. بنعرف ان كان في سينما قديمه والسينما دي اتقفلت او اتغير نشاطها، فانا عايز اعرف هي اتقفلت امتى وليه اتغير نشاطها. السينما موجوده تقريبا من الثلاثينات في مدينه ملاوي، وهي سينما قديمه جدا، واتقفلت في التسعينات مع احداث الارهاب اللي كانت بتحصل زمان في التسعينات. ف يعني بدا يحصل ان دور العرض تتقفل والناس بدات تخاف، وكان في حظر تجول، فبالتالي دار العرض قفلت. فبعدين هي السينما في الاخر ليها اصحاب، بس اصحابها ممكن يكونوا شايفين انهم النشاط ده مش هيبقى مربح اكتر بالنسبه لهم من اي نشاط تاني، فقرروا انهم ما يشغلوهاش. فبيعرضوا فيها حفلات موسيقيه، بيعرضوا فيها ايه دلوقتي؟ بيبقى في حفلات موسيقيه وبيبقى في بروفات، وفرق كبيره بتعمل هناك بروفات بس ما فيش افلام. طيب، برضو في نقطه مهمه اتكلمت فيها من خلال الفيلم، وهي نقطه ان اقرب سينما من مدينه ملاوي هي في المنيا على بعد 50 كيلو، وبرضو اتكلمت ان الوضع ده في سوهاج وفي اسيوط. فكلمني شويه عن بعد السينمات عنكم، يعني اللي يحب يتفرج على سينما يخش فيلم بيروح فين؟ اللي بيحب يتفرج على فيلم بيروح القاهره، لانه السينما المنيا هي سينما صغيره وفي مول وبعيده جدا، لأن هي في مدينة المنيا الجديدة مش في المنيا نفسها، فده مسافة تانية أبعد. فكمان مش كل الأفلام بتبقى منتقاة بعناية، لأن التوزيع مش بيشتغل أكتر على الأماكن الأبعد اللي زي كده. أنتوا استخدمتوا كمان مصطلح اللي هو سينما المولات أو أفلام المولات، فأنا عايزك برضو تقولي إيه نوعية الأفلام اللي بتشوفها في مدن المحافظات؟ الأفلام اللي بتحصل في المولات هي على الأغلب بتبقى أفلام عائلية، وبتبقى سينما نظيفة تماما، لأن أفلام المولات بيدخلها عائلات، وبعدين اللي بيدخل المول ده بيدخل داخل جولة عاوز يتسوق، لكن مش رايح علشان الفيلم بشكل خاص، فده بيبقى من ضمن الجولة. إنما السينما الوضع مختلف، السينما اللي بتبقى موجودة في المحافظات التانية، يعني أنا رحت اسكندرية وشفت هناك سينمات، اتفرجت على فيلم السفارة في العمارة وأنا طفل جدا، وما كنتش بتفرج على الفيلم، أنا كنت بتفرج على الناس. إيه الناس دي؟ قاعد في استاد كورة، الناس كلها بتسقف مع بعض وبتضحك مع بعض، ففي تجربة اجتماعية في الموضوع. السينمات اللي في المحافظات الشمالية اللي هي أكبر بيتوزع فيها غالبا كل الأفلام، لكن الجنوب حظه أقل، الجنوب أبعد بكتير. كمان يعني احنا عندنا مثلا نموذج زي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مهرجان كبير جدا ومهم جدا على مستوى قارة أفريقيا مش بس مصر، وللأسف الأقصر ما فيهاش سينمات أصلا.